فاز ملف مملكه البحرين بشان استضافه النسخه السابعه عشر لدوره الالعاب العربيه 2031. جاء ذلك في اجتماع الجمعيه العموميه الثاني والعشرين لاتحاد اللجان الاولمبيه العربيه الوطنيه، والذي عقد بالمملكه الاردنيه الهاشميه اليوم برئاسه صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اتحاد اللجان الاولمبيه العربيه. ومثل اللجنه الاولمبيه في الاجتماع عضو مجلس الاداره مدير اداره العلاقات الدوليه والعربيه والتضامن الاولمبي فجر جاسم والمدير التنفيذي للعمليات السيد احمد عبد الغفار